بصراحة عقلية مختلفة عن أي حد اتعاملت معاه في الكلية. حسيت إنه بيفكر بطريقة مختلفة، يعني حسيت إنه هو ممكن يبقى عالم وهو ده اللي يفيد البلد في المستقبل إن شاء الله. أنا مع أحمد صلاح في مشروع التخرج. إحنا أصلاً يعني شغالين، كنا اشتغلنا مع بعض الترم الأول واشتغلنا مع بعض في أجازة نص السنة يوم 4/3 يوم الثلاث. كنا اشتغلنا، أحمد أصلاً ساكن في المنوفية وبيجي كل يوم من المنوفية. كنا اشتغلنا من حوالي من الساعة 10، قعدنا حوالي للساعة 6:30 بنشتغل في المعمل. احنا المشروع بتاعنا اصلا هو بنعمل درايف لموتور، فكنا بنعمل بوردة بي سي بي. فكانت المواد اللي بنستخدمها في المشروع لوحة نحاسية، وبنستخدم اسلاك واي سي هات وكومبوننتس، وبرضو كنا نستخدم كلوريد الحديديك ونستخدم هيدروكسيد البوتاسيوم. الحاجات دي كلها يعني موجودة في اي صيدلية او في النخيلي في وسط البلد. ساكن بالمدينة الجامعية وقاعد في نفس الغرفة اللي قاعد فيها أحمد صلاح، وشفته مساعدته للناس وإزاي كان هو في أيام الامتحانات والناس تجي له لما عايز يشرح لهم، والله كان بياخد كل الوقت يشرح لهم بكل جهده. يعني كان أحمد بقى خلصنا الساعة 6:30، كان معاه الحاجات دي عشان كان في حاجات مفروض هيخلصها في البيت. فهو مفروض راح زار خالته، كانت في مستشفى القصر العيني الفرنساوي، حوالي بقى على الساعة 7 كده راح زارها، كانت معاه والدته، وحوالي خلصوا حوالي الساعة 9:30، وهو كان نازل بقى من مستشفى القصر العيني الفرنساوي. يعني كان رايح محطة السيدة زينب عشان يركب المترو، بس هو ساعتها كان في مظاهرة للإخوان وانفضت، فيعني الشرطة كانت بتلم ناس واشتبهت فيه فخدته. وبعد كده بعد ما راح القسم لقوا معاه المواد دي اللي هي مواد المشروع اللي هي اللوحة النحاسية والحاجات دي والاي سي هات، فيعني عملوا له تهم اللي هو الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة متفجرات. أحمد صلاح نبيه التالت على الدفعة، ممكن أنا أتاخد مكانه أو ممكن الأوائل دول يكونوا مكانه؟ إحنا الأوائل على دفعة رابعة باور، وأنا بالنيابة عن الأوائل بحب أعلن تضامننا مع أحمد صلاح نبيه اللي هو التالت على دفعتنا. أحمد صلاح نبيه من أكتر الشخصيات خلقا وتفوقا، وإحنا متضامنين معاه بالإضراب، وإن شاء الله الإضراب مستمر لحد ما أحمد صلاح نبيه يطلع بالسلامة إن شاء الله. أنا مش عارف بصراحة لما أحمد صلاح واللي زيه يتقبض عليهم، أنا مش عارف البلد دي ممكن تتقدم إزاي. فأتمنى إن شاء الله إن أحمد يخرج بالسلامة وندعي له كلنا إن شاء الله. ودفعة رابعة باور بتقول عاوزين الحرية لأحمد لأنه ما عملش حاجة. مش هنسلم ولا نرتاح، مش هنسلم ولا نرتاح إلا بعد رجوع صلاح، إلا بعد رجوع صلاح. رابعة باور قالت كلمتها، رابعة باور اتضربت تحت جزمتها، اتضربت